بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب ثالثه سنه ودفعه التابلت، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتكمله نخش في الموضوع على طول بقى. احنا لسه قايلين الفيديو بتاع الحديد وفاكرينه طبعا، المراحل كلها بتاعته والحمد لله حصلنا عليه. النهارده هنبدا في تكمله للباب الحديد، والنهارده هنتكلم عن ايه؟ عن السبائك الحديد والاكاسيد بتاعه الحديد. نخش على طول في الموضوع ونسمي بسم الله السبائك الحديد. السبائك دي مواد تتكون من فلزين او اكتر، يعني ممكن حديد ونحاس، اي فلزين بقى. طب ممكن تاني ايه؟ ممكن من فلز ولا فلز، اه عادي جدا، مع عناصر اخرى لا فلزين برضو او اكتر. ازاي بحصل على السبيكه؟ كلمه سبيكه يعني ايه؟ يعني عنصرين من فلزين ليهم خواص جديده، واتكلمنا عنهم في الجزء الاولاني بتاع العناصر الانتقاليه. ممكن احصل على السبيكه بطريقتين، يا اما بالصهر ان انا احطهم الاثنين في درجه حراره فينصهروا ويبردوا تدريجيا مع بعض، يا اما عن طريق الترصيب الكهربي. طب في الصهر في ايه؟ صهر الفلزات مع بعضها بنسبه معينه، ها بنسبه معينه، عشان احط ده على ده، لا اجيب نسبه معينه من الحديد مع نسبه معينه من الالومنيوم، حلو، وبتحطهم الاثنين في قالب مع بعض واتركهم ليبردوا تدريجيا. ده الجزء الاولاني او الفكره الاولى اللي هي الصهر، جميل قوي. الفكره الثانيه عن طريق الترصيب. الترصيب ده ان انا احط في حوض تحليل كيميائي، لو انت عملت سيرش على يوتيوب كده تلاقي في احواض بيحطوها زي الطلاء الكهربي كده، ملح الفلزين دول، خلي بالك ملح، يعني لما اجيب الحديد اجيب كبريتات الحديد، نترات الحديد، ملح الفلزين دول بنسبه معينه، بحيث يتم الترسيب للفلز في وقت واحد. يبقى انا برسب الفلزات كلها في ايه؟ في وقت واحد. يبقى انا جبت الملح بتاع الحديد مع الملح بتاع النحاس مثلا وحطيتهم في قلب حوض التحليل الكهربي، هيحصل ايه بقى؟ هيترسبوا بس في نفس الوقت. زي ايه؟ طب ادي مثال بقى لاحد السبائك التي تستخدم عن طريق الترصيب الكهربي، زي النحاس الاصفر. سبيكه اسمها النحاس الاصفر، عباره عن ايه النحاس الاصفر؟ نحاس مع خرسين. بستخدمها في ايه؟ كل المقابض الحديديه، تفتح الباب الاكر الحديديه تلاقيها لونها كده حلو، دي عباره عن ايه؟ نحاس مع خرسين في المقابض، وسميها على بعض النحاس الاصفر، ودي بتحضر عن طريق طبعا الترصيب الكهربي. انواع السبائك موضوع كبير، بس احنا هنحاول نخش في تفاصيله بسرعه ونقول لك كل حته فيه عشان ما تتوهش منه. عندي ثلاث انواع سبائك. سبيكه اسمها بينيه، يعني ما بين الذرات وبعضها البعض، بتخش ما بينهم. اجيب كربون ادخله بين الحديد مثلا. سبيكه استبداليه، ان انا اشيل ذره وادخل مكانها ذره اخرى. وسبيكه بين فلزيه، دي مالهاش علاقه بقوانين الكهرباء، قوانين الكيمياء خالص. يبقى عندي كام نوع من انواع السبائك؟ ثلاث انواع. بينيه، ها، استبداليه، بين فلزيه. هنمسك اول واحده ونتكلم عنها اللي هي السبيكه البينيه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بدخل ذرات الفلز المضاف في المسافات البينيه، من اسمها سبيكه بينيه، بدخل ذرات الفلز في المسافات البينيه للفلز الاصلي. حلو كده؟ زي فكره ان ادخل الكربون الحديد طبقاته، بتحصل لها ايه؟ بيحصل لها بتتحرك طبقات الحديد. لما يخش في قلبها الكربون ويتعشى جواها فبيمنع طبقاته من الانزلاق، عشان كده بيتكون لي سبيكه صلبة جدا. مثلا في احتمالين، بص على الرسمة كده ونفصل الرسمة اللي قدامك دي. الفلز النقي، هنتخيل ان ده الحديد، ده فلز النقي. ايه اللي بيحصل في الحديد بقى في الخطوة رقم 2؟ بتنزلق الطبقات فوق بعضها البعض. طب احنا لما نيجي بقى نحط في وسطهم ذرات كبيرة، ركز عشان ده اللي بيجي في الامتحان، ذرات ايه؟ كبيرة. يبقى ذرات الفلز المضاف أكبر من ذرات الحديد. الله يفتح عليك يا ابني. ها، ايه اللي بيحصل بقى؟ لما بتخش منهم كده تأثير دخول الذرات الصغيرة، يبقى في فرق بين الذرة الكبيرة والذرة الصغيرة. نروح على الكلام المكتوب عشان نفسر. لو ذرات المضافة كانت كبيرة، ايه اللي بيحصل بقى؟ يصبح السبيكة أكثر صلابة. فالسؤال، متى تصبح السبيكة أكثر صلابة؟ لما تقول له ندخل ذرة كبيرة. تخيل إن عندك قطعة من الكربون كبيرة الحجم. يبقى ذرة الكربون إيه؟ تخيل أكبر حجماً من الأكسجين. هيحصل إيه في السبيكة؟ هيبقى أكثر صلابة. حلو، من الفلز الحديد النقي. اتنين، اذا كانت الذر المضافه صغيره، يعني زي الرسمه دي كده انها الذرات المضافه صغيره، ها، فلا تنزلق كما في الفلز الاصلي، وبرده بتاثر عليها بعض الخواص الفيزيائيه. طب ناخد مثال لسبيكه بينيه زي الحديد والكربون. الحديد والكربون ده بيطلع لي حديد صلب قوي جدا. ليه؟ فسر، او ليه الحديد الصلب اقوى من الحديد العادي؟ طب ايه اللي موجود جوه العناصر؟ كربون، ها، وحديد. ايه الفلز الاصلي؟ شوف كل دي اسئله، بس انا بقول لك على ايه شرح. الفلز الاصلي هو الحديد. بيعمل ايه بقى؟ بتخش ذرات الكربون باينه
الحديد فتمنع انزلاق الطبقات، فبالتالي تكون سبيكه صلبه. تاني سبيكه شيل حلو مع بعض اهوت خطوه بخطوه، ركز معايا الحمد لله عدينا جزء كبير في الموضوع. سبيكه استبداليه، باين من اسمها ان احنا بنعمل ايه بقى؟ بنستبدل بعض ذرات الفلز في الشبكه الفلزيه بذرات فلز اخر. يبقى انا هشيل شويه حديد، ذرات حديد واحط، بس خلي بالك ده انا بشيل ذره مش بدخل، ده انا بشيل واحط. طالما شلت ذره حطيت ذره، لازم الذره اللي انا احطها ليها نفس القطر ونفس الشكل البرول ونفس الخواص الكيميائيه عشان ما يحصلش مشكله في الفلز. ده انا شلت منه ذرات. فكره ايه؟ انك هتشيل حاجه من جسمك لازم الحاجه اللي تركب شبهها بالظبط عشان ما يحصلش مشكله جوه السبيكه. مدي مثال لسبيكه استبداليه، عندك سبيكه النحاس والذهب، ودي مشهوره قوي. ايه ده النحاس والذهب؟ اللي هي اللي بيستخدموها في صناعه الحلي. سبيكه الحديد والكروم الذي لا يصدأ، صلب لو يصدأش. تلاقي مثلا واحد لابس مقبض خشب او مقبض معدن، او واحد لابس ساعه حلوه قوي وبتلمع من ايه؟ من حديد وكروم وسبيكه الحديد والنيكل. يبقى عندي كم مثال لسبائك استبداليه؟ ثلاث امثله. في السبيكه البينيه كان مثال واحد اللي هو الحديد والكربون. النوع الثالث السبيكه الايه؟ البين فلزيه. هنا بقى ما بتخضعش لقوانين الاتحاد الكيميائي. فكر كده، اف اي 3 سي مش ممكن يبقوا مع بعض ابدا. الاف اي مع السي، السي رباعي والاف اي، قال لك ده ثلاثه حديد مع ذره كربون. هنا ما فيش لا تخضع لقوانين الاتحاد الكيميائي. تتكون ازاي؟ اما تتكون باتحاد كيميائي ما بين عنصرين لكن ملهاش علاقه بالقوانين بتاعتها. خد امثله عليها، الالومنيوم والنيكل والالومنيوم والنحاس، دول مع بعض كده معروفين باسم ايه؟ الديور الومين. ده اسم شائع وموجود عند الناس اللي بتفهم في السبائك وبتشتري. وطبعا الاسامي حتى لو تقيله عليك بس لازم تبقى عارف ان على الاقل كلمه الديور الومين مثال لسبيكه بين فلزيه. كلمه بين فلزيه يعني ايه؟ يعني ان هي بيتحد كيميائي لكن لا تخضع لقوانين الاتحاد الكيميائي. مثال تاني اللي هي الرصاص والذهب ومعاك رمزه. ومثال اخير السيمينايت. اسمع كده، السيمينايت دي من ايه؟ من حديد اف اي مع كربون. طب لخبط بقى القوانين بقت اف اي 3 سي، كان متخيل عامله ازاي؟ دي اسمها سبيكه السيمينايت. كم سبيكه عندنا يا جماعه؟ نقولهم تاني بسرعه، ها؟ سبيكه بينيه فلزيه، بينيه بين فلزيه. كمان مره، انواع السبائك، سبيكه ها بينيه ما بين الذرات وبعضها، استبداليه اشيل واحط، واخر واحده اللي هي البين فلزيه. جميل قوي. يا ترى ايه هي مميزات السبيكه البين فلزيه؟ في العادي انها صلبه وما بتدعش قوانين، ده انا قلتهم دول. تتكون من فلزات ايه؟ شوف الحتكه دي لا تقع في مجموعه واحده من الجدول الدوري، مجموعه واحده. يعني لما اجي اجيب لك مثلا الحديد ينفع اخد العنصر تحتيه؟ ما ينفعش. لما اجي اجيب لك مثلا الصوديوم ان ايه تحتيه بوتاسيوم كي، ينفع الاثنين دول؟ ما ينفعش. لازم عنصر في المجموعه مع عنصر من مجموعه اخرى. ده شرط مهم جدا عشان لو جات لك في الامتحان. اخيرا في موضوع السباك دوت، ما هو الهدف من صناعه السباك؟ يعني هم ليه بيعملوا سباك؟ الهدف طبعا ان انا بجيب الخام او الفلز واكسبه خواص معينه، تحسن خواص، زي ان انا اخليه اكثر صلابه، اكثر قدره على التوصيل، اكثر مقاومه للصدأ، اكثر مغناطيسيه. كل دي خواص ممكن اضيفها للفلز ازوده بيها عن طريق اضافه عناصر اخرى. اخر ملحوظه في المنطقه دي، ان النحاس كمعدن هو فلز. متفقين على كده؟ طب لونه ايه؟ احمر. يبقى النحاس في العادي وهو فلز في الحاله الفلزيه لونه احمر. ما ليه النحاس بشوف لونه اصفر ليه؟ اللي حتى في الاسلاك وفي حاجات زي كده، عشان هو عباره عن سبيكه من النحاس والخرسيه. يبقى عندي لونين، احمر ها واصفر. الاحمر ده نحاس فلز. طب والاصفر سبيكه من النحاس والخرسيه. تمام يا شباب، ماشيين خطوه خطوه الحمد لله. خلصنا حته كبيره النهارده في درسنا اللي هي السبائك. خلصنا السبائك، هات الحديد لوحده بقى ونتكلم عنه لوحده. ليه الحديد لوحده؟ عشان الحديد هطلع منه ثلاث اكاسيد وهتكلم عنهم بالتفصيل. خواص الفيزيائيه للحديد ايه؟ اول حاجه لين. ايه ده لين؟ امال ايه الصلب ده يا عم؟ ده سبيكه، ركز الله يديك. لين ومش صلب جدا، بعكس السيمينايت مثلا، او بعكس لما احط عليه المنجنيز. سهل التشكيل وقابل، خلينا خواص الفلزيه العاديه، قابل للطرق والسحب ولها درجه انصهار عند 1500 وكثافته 7.86، كل دي خواص طبعا ليها اهميه صناعيه كبرى. تعتمد الخواص الفيزيائيه الحديد على درجه نقاوته وطبيعه الشوائب، لان كل ما بتزيد الشوائب بتتغير، فبتغير معاه الخواص الفيزيائيه والاستخدامات كمان.
خواص الفيزياء خلاص، اللي هي الخواص العامه لاي فلز. الخواص الكيميائيه حدد لي حالتين تاكسد، موجب اثنين وموجب ثلاثه، ايهما اكثر؟ ارجع بقى للجزء الاولاني بتاع حالات التاكسد، اف اي عدد الذر 26، اي ار 18، فور اس 2، 3 دي 6. فلو خدنا الاثنين بتوع الاس بقى موجب اثنين، بس الدي في 6 غير مستقر. طب خد كمان واحد من الدي بقى في كام؟ 5. اوربيتالات الدي فيها 5 الكترونات مستقره وزي الفل. يبقى اذا حاله التاكسد الاكثر استقرارا والاكثر شيوعا للحديد هي موجب 3، عشان الدي بيبقى فيه 5 الكترونات، وده الكلام المكتوب. هنمسك بقى الحديد ونشوف شويه تفاعلات ليه. تفاعلات ازاي؟ الحديد لوحده كفلز هنحطه مره في الهواء، نحط مره على الكلور، نحط مره على الميه، نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا في مخطط انا هبقى اجيبه لك واشكل لك فيه، وموجود في كل الكتب، ان الحديد حط عليه اكسجين عند 450 درجه عشان درجه حراره عاليه، هيديك ايه؟ اكسيد الحديد المغناطيسي. ده اول فكره. يبقى ايه؟ يبقى عند التسخين لدرجه تصل الى 450 حصلنا على اكسيد الحديد المغناطيسي. هات الحديد مثلا وحط عليه ميه في درجه 500، هيحصل ايه؟ برضه اكسيد حديد مغناطيسي. يبقى الحديد مع الاكسجين ومع الميه نفس الناتج، بس الفرق مع الميه درجه حراره اعلى، هي اللي هي 500، وحصلنا على الهيدروجين. مع اللافلزات، اللافلزات زي ايه؟ اي حاجه، حط اي هالوجين، فلور، كلور، بروم، يود، لافلز. هات حديد حط مع السي ال 2، هيدينا ايه؟ اف اي سي ال 3. طبيعي يدينا سي ال 3 عشان الحديد اكثر تاكسد وهو موجب 3. حلو. حطه مع الكبريت هيدينا اف اي اس اللي هو كبريت الهيدروجين ثنائي. الحراره شرط اساسي. كل ديت حاجات بسيطه وبدائيه، ويمكن انت درستها كمان معايا في اعدادي. مع الحمض بقى، ونقف هنا شويه ونقول لك ركز معايا كده، فوق كده وصحصح. مع الحمض هيحصل ايه؟ مع الحمض، مع الحمض، يا ترى الحمض يا مستر اللي انت حاطه على الحديد، هل هو حمض مخفف ولا حمض مركز؟ لو مخفف الدنيا حلوه، طب لو مركز في مشكله كبيره. تعال نمسكه الاول مع الدايل. دايل يعني ايه؟ اللي هو المخفف. خد حمض الكبريتيك H2SO4، يبقى هنعمل ايه؟ ها، حديد اف اي بلس H2SO4 وجود حمض الكبريتيك. المخفف هيدينا ايه بقى؟ اف اي اس او 4 عادي خالص، كبريتات حديد ثنائي استبدال عادي خالص. الاف اي هرسمها لك على الرسمه كده، هتروح تحل محل الهيدروجين لانها اعلى منها نشاطا، وتتحد مع الكبريتات فيدينا اف اي اس او 4. اهو يا عم الحاج، وده محلول، وهتصاعد غاز الهيدروجين. تمام. طب خد حمض تاني زي حمض الاتش سي ال المخفف، الاف اي تطرد الهيدروجين ويدينا اف اي سي ال 2 زي الهيدروجين. بص هنا، حد خد باله من حاجه؟ حته سؤال هنا، مع الحديد مع اتش سي ال ادينا اف اي سي ال 2. طب الحديد في الشريحه اللي فاتت او اللي قبلها لما كان مع الكلور لوحده، فاكر طلع ايه؟ طلع اف اي سي ال 3. ايه يا عم ده؟ هو مره يطلع لي اف اي سي ال 3 ومره يطلع لي اف اي سي ال 2؟ هو على كيفه؟ لا والله ما على كيفه، على كيف النشاط. الحديد مع الاف مع السي ال لوحده بيتاكسد بسرعه وعامل مؤكسد وبيتحول للاستقرار اللي هو الاف اي سي ال 3 مستقر الدي 5. طب هنا هو نفسه يروح للاستقرار بس مش قادر، لان في طلع معاه ايه؟ هيدروجين. هيدروجين ده عامل مختزل، كل ما يتحول من 2 ل 3 الهيدروجين يرجعه. يبقى مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يدينا الحديد ايه؟ الثنائي. ليه؟ لان هنا في هيدروجين وهو عامل مختزل. جميل. خش على المركز بقى. احنا قلنا المخفف الثنائي وخلاص، واستبدال وتصاعد غاز الهيدروجين. طب مع المركز، بص على المركز كده بيديك ايه؟ يبقى هود الحديد مع H2SO4 نفس اللي فات، بس بدل دايل هكتب كونك، اختصار كلمه كونسنتريشن اللي يعني تركيز. كبريتات الحديد الثنائيه وكبريتات الحديد الثلاثيه وثاني اكسيد الكبريت والميه. هنا في فرق بين، لازم يحدد لي على التفاعل انت عايز مخفف ولا مركز. خمول الحديد، يعني ايه خمول الحديد؟ ان انا احط عليه حمض، بس الحمض ده حمض ايه بقى؟ نيتريك. نيتريك بيتكون طبقه على سطحه بيمنع استمرار الحديد، فبيسبب حاجه اسمها خمول. خمول يعني مريح كسلان، فظاهره اسمها ظاهره ايه؟ خمول الحديد. مع مين؟ مع حمض النيتريك المركز. يبقى لما يقول لك اف اي زائد اتش ان او 3 نو رياكشن على طول، مفيش تفاعل. ليه؟ لان ظاهره تسمى ظاهره خمول. طب انا عايز افك الاشتباك ده واشيل ظاهره الخمول، ادعكم فسموها ايه؟ تزال ظاهره الخمول بالحك، بالحك اللي هي موجوده عندك ديت كده.
طب هو في ماده ممكن اضيفها؟ اه، حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى انا بعد ما عملت خمول والخمول ده جاي من حمض النيتريك المركز، شوف الكلام صح، عايز اشيل الخمول ده احطه في ايه؟ في حمض الهيدروكلوريك المخفف، او ان انا استخدم عمليه الحك. ستوب، وقف كده، خد نفسك. خلصنا الحديد، اتكلمنا عن الخواص الفيزيائيه، الخواص الكيميائيه، ازاي بيتفاعل مع الاكسجين، مع الميه، مع الكلور، مع الاحماض المركزه والمخففه، مع ظاهره الخمول. ده كده منطقه لوحدها. هناخد منطقه تانية في الفيديو بتاع النهارده، وهي اكاسيد الحديد. عندك كم اكسيد حديد؟ 3، ثنائي اف اي او، ثلاثي اف اي 2 او 3، مغناطيسي اف اي 3 او 4. كلهم يا بيحصل لهم عمليه تاكسد يا بيحصل لهم عمليه اختزال. هنتكلم في كل واحد عن ايه؟ ازاي بحضره وازاي بفعله؟ باختصار يعني. بحضره منين وبفعله منين؟ نمسك اول واحد اللي هو اكسيد الحديد الثنائي اف اي او. اول كلمه دي ركز في الكيمياء عشان دي كتير قوي هتجي لك في الكيمياء العضويه. اوكزالات. اوكزالات ده ملح، اللي هي سي او او مرتين، متكرر مرتين. ساعات بنقول لك سي او او باي 2. الحديد اف اي بنعمل ايه بقى؟ بسخن الاوكزالات ده بمعزل. ركز الكلمه دي، بمعزل عن الهواء. طب ليه بمعزل؟ طب ليه ما حطيتوش في الهواء؟ ما هو الهواء يعني اكسجين يا عم الحاج، فالاكسجين هيأكسده فيدينا الثلاثي على طول، انا عايز الثنائي فقط. فبمعزل عن الهواء. وبالتالي لما بقى سخنه بيتحول الى ثلاثي. حلو، ده اول حاجه في تحضير اكسيد الحديد الثنائي. تعال نشوف تفاعلاته بقى. هات اكسيد الحديد الثلاثي، لا دي تحضير تاني، ده كده حضرته. يبقى اول حاجه حضرته منين؟ من اوكزالات الحديد بالتسخين بمعزل عن الهواء. طب ممكن احضره منين تاني بقى؟ من الاعلى، الاكاسيد الاعلى اللي هو الثلاثي والمغناطيسي. اعملهم عمليه اختزال، يعني هات الثلاثي وحط له هيدروجين، هات المغناطيسي وحط له هيدروجين، الاثنين هيدونا اف اي او وميه. حلو قوي السؤال اللي تحت ده. بص السؤال، حاول استخدام اول اكسيد الكربون بدل من الهيدروجين. ايه ده؟ يعني في المعادله ديت كده انا حطيت هيدروجين عامل مختزل، طب شيله وحط سي او، هيطلع نفس الناتج لانه عامل مختزل، بس بدل اتش 2 هيدينا سي او 2. تمام كده؟ حلو. خواص اكسيد الحديد الثنائي، لونه ايه؟ اسود، ما بيدوبش في الميه، يتاكسد بسهوله لثلاثي طبعا واربع. خد الاكسجين اهوت، ده عامل مؤكسد اهوت في وجود الحراره، فيدينا اكسيد حديد ثلاثي. ايه تاني؟ بيتفاعل. يبقى انا كده هعمل ايه؟ خلي بالك، في كل مره من اكاسيد الحديد هعمل ثلاث حاجات. بيجي منين؟ وباكسده ازاي او بختزله ازاي؟ دي خواصه، واحطه عليه ملح. ادي اللي هعمله كله، عشان في ناس بتتلخبط كتير قوي في الاكاسيد. في الاكاسيد ده عامل ايه؟ تحضيره، ها، اكسدته او اختزاله، تفاعله مع الملح. دول الثلاث حاجات اللي هتكلم فيهم. انا اتكلمت فوق هنا في اكسدته، طب تحت تفاعله مع الملح. ملح مين؟ حط له مع الحمض ولا ايه؟ حط له حمض كبريتيك مخفف وهيدينا عادي خالص اف اي 2 اف اي اس او 4. ثانيا، اكسيد الحديد الثاني اللي هو رقم 3. ايه هو اكسيد الحديد الثاني ده بقى؟ بجيبه منين؟ هاته من ماده قلويه. يعني ايه ماده قلويه؟ يعني الملح بتاعه اف اي سي ال 3 كلوريد الحديد الثلاثي، حط له نترات امونيوم، هيدينا ايه؟ هيدينا هيدروكسيد حديد. في المعادله جبنا اف اي سي ال 3 اللي هو كلوريد الحديد الثلاثي، حطينا عليه نترات امونيوم ماده قلويه، نتج كلوريد امونيوم، تبادل مزدوج، الاف اي ياخد الاو اتش والان اتش 4 تاخد السي ال، عادي خالص تبادل، وادانا هيدروكسيد الحديد الثلاثي. امسك هيدروكسيد الحديد دوت وفكه بالحراره، درجه حراره اعلى من 500 هيديك اكسيد الحديد الثنائي. دي طريقه ميه. في طريقه تانية، اجيب كبريتات الحديد واسخنها، هيدينا اكسيد الحديد الثنائي على طول. بحضره بطريقتين. طيب وجوده موجود فين؟ في خام الهيماتايت. حلو قوي. وخواصه، لونه احمر، بستعمله في الدهانات، لان الالوان اللي لونها حمراء ديت فيها اكيد حديد، لان الحديد اصلا اللي لونه احمر دوت جاي من اكسيد الحديد الثالثي. حطه بقى على الحمض. انا قلت لك هنحضر، ها، خواص واكسده ولا اختزال، ونضيف عليه حمض. ثالث خطوه هنضيف عليه حمض برده كبريتيك، برده مخفف، بس هنا هيديني ايه؟ كبريتات الحديد الثلاثي اف اي 2 باي اس او 4 3. هناك مع الاكسيد الثانوي او الثنائي كان ادانا اف اي اس او 4. افصل ما بين الاثنين وحاول تجمع الافكار، ما تتوهش. معادلات الحديد كتير ومتشعبه، بس لما تفهمها بتبقى لذيذه قوي. ثالث اكسيد هتكلم عنه، احنا كده خلصنا الحمد لله
فيعني تعبتك انا عارف النهارده في الفيديو، فيديو ضخم في تفاصيل كتير، بس خلاص احنا فاضل لنا اخر حاجه للاكسيد الحديد المغناطيسي، رمزه ايه فاكره؟ اف اي 3 او 4. موجود فين؟ اسمه ايه؟ كل ده في الجدول بقى، اسمه ماجنيتايت وموجود في الطبيعه، واكسيد ثلاثي مع اكسيد ثنائي، كل ده موجود في الجدول القديم. بجيبه احضره، ها، خواصه وتفاعله مع الحمض. بنحضره منين؟ من الثلاثي بس بالاكسده بقى، ما انا من ثلاثه عايز اطلع اربعه، فبدل اف اي 2 او 3 عايز اف اي 3 او 4، يبقى احط له اكسجين. يبقى ده تحضيره. خواصه ايه؟ مغناطيس قوي. يبقى اكتر واحد قلنا النهارده المغناطيس. يتفاعل مع الاحماض المسخنه، الساخنه المركزه. ده الاثنين اللي فاتوا ما كانش فيه مركز، كان فيه مخفف. ده الوحيد اللي بيتفاعل مع اتش 2 اس او 4 كونسنتريشن او مركز، عشان يدينا كبريتات حديد ثنائي، كبريتات حديد ثلاثي وميه. طب هل هو بيتاكسد الى اكسيد حديد ثلاثي؟ اعمله عمليه نص او 2 يدينا اكسيد حديد ثلاثي لما سخنه في الهواء. كده احنا الحمد لله والشكر لله خلصنا الحديد بكل تفاصيله. قبل ما اختم الفيديو هوريك بقى شكل اسئله. احنا خلصنا الباب الاول، ابسط انبسط، احنا خلصنا باب كامل في منهج ثالثه ثانوي من 5 ابواب، خلصنا خمس المنهج في 3 4 فيديوهات دمهم خفيف. طيب الحصه الجايه هعمل لك ايه بقى؟ هعمل لك مراجعه على المنهج باسئله النظام الجديد كلها مالتي بلاي تشوز او اختار، بالافكار اللي بتعتمد على الاوبن بوك. قبل ما اخلص دوت، تعالى نتخيل الحصه بتاع النهارده لو حد يضايقك ويسالك، هيسالك ازاي؟ بص كده على الشاشه، انا مش هقول الاجابات بسرعه لان هسيبك انت تفكر. من السيدرايت كيف تحصل على الهيماتايت؟ انا عارف رمز السيدرايت، اف اي سي او 3، اجيب منه ايه؟ الهيماتايت اللي هو اف اي 2 او 3 والمعادلات قدامي. ثاني سؤال، من السيدرايت كيف تحصل على الحديد؟ السيدرايت دوت اللي هو اف اي سي او 3، سخنه يديك اف اي او، وبعدين اعمل له عمليه اكسده يديك اف اي 2 او 3، حط له اول اكسيد الكربون بالاختزال. المعادلات قدامك والمعادلات موجوده في الكتاب وانت ما بتحفظ، انا بس بجمع لك الافكار في شكل اسئله. من الليمونايت، فاكر رمز الليمونايت؟ اكسيد الحديد يا مستر الثلاثي وعليه ميه، تمام. كيف تحصل على الحديد؟ المعادلات قدامك. من الهيماتايت كيف تحصل على الماجنيتايت؟ رمز الهيماتايت اف اي 2 هو الثلاثي. حصلنا على الماجنيتايت بالاختزال الاول، زي ما انت واقف كده بالاختزال ادينا الحديد، خدنا الحديد عملنا له اكسده. ايه كمان من الهيماتايت؟ شوف دي كلها اسئله والمعادلات ليست الحفظ، بس ازاي اجمع المعادلات في شكل سؤال ما تهش مني. لما يجي لي سؤال زي ده اكتب رمز الهيماتايت وبعدين اكتب رمز كبريتات الحديد، يبقى انا محتاج من الهيماتايت ايه؟ الحديد. انا عارف اصلا عن طريق الاختزال، اروح جايب الحديد ده احط له كبريت يدينا كبريتات الحديد. من الهيماتايت سؤال كمان حلو، كيف تحصل على كلوريد الحديد؟ 2، همسك الهيماتايت واعمل له اختزال. حاول دايما توصل للحديد. الحديد دوت تحط له اتش سي ال، حصلنا على الحديد 2. طب لو قال لي 3 حط له سي ال لوحده، سي ال 2 ادينا كلوريد حديد 3. سؤال تاني، شوف اسئله عامله ازاي، كلها بتعتمد على المعادلات اللي المفروض ان انت بدات تمشي معايا فيها كويس. من الهيماتايت كيف تحصل على كلوريد الحديد 3؟ هات الهيماتايت واعمل له اختزال بالفرن، ها، وهو نفس الكلام. حصلت على الحديد، هات الحديد وحط له السي ال، حصلنا على كلوريد حديد 3. سؤال كمان، من الهيماتايت كيف تحصل على كبريتات الحديد الثنائيه؟ هيماتايت حطها، هو حطها هنا في مين؟ في ميدريكس. انت ممكن تحطها في الفرن العادي عادي خالص. اداك حديد، خد الحديد ده وتحط له اتش 2 اس او 4 مخفف مش مركز، عشان تجيب الاف اي اس او 4 كبريتات الحديد الثنائيه. بيتهيألي كده احنا قلنا كل حاجه في الحديد الحمد لله والشكر لله، خلصنا الباب كاملا، اتكلمنا عن كل تفاصيله واكاسيده، اتكلمنا عن السبائك كمان، خدنا اسئله عليها كويسه قوي. الحصه الجايه زي ما قلت لك هعمل لك مراجعه كامله على الباب الاول بالتفصيل، وهديك اسئله من مختلف الكتب الخارجيه، اسئله متوقعه وغير متوقعه، كلها بتعتمد على الاوبن بوك، وان شاء الله هنحاول نسيب لك في اول ديسكريبشن او الصندوق تحت كده بعض الامتحانات اللي ممكن انت تفكر فيها لوحدك. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.